بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. الفتن للإمام الحافظ نعيم ابن حماد، الباب الثاني بعنوان تسمية الفتن التي هي كائنة وعددها من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. نلتقي بعد هذا الفاصل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عدت لحضراتكم مع 35 حديث نبوي شريف فيما يتعلق بالفتن من هذا الكتاب. يقول المصنف الحديث رقم 71 عن عوف ابن مالك الأشجعي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد يا عوف ستا بين يدي الساعة، أولهن موتي. فاستبكيت حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتني، ثم قال: قل إحدى والثانية فتح بيت المقدس، قل اثنتين والثالثة موتان يكونان في أمتي كقعاصي الغنم، قل ثلاثا والرابعة فتنة تكون في أمتي. قال وعظمها: قل أربعا والخامسة يفيض المال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيتسخطها، قل خمسا والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، ثم يسيرون إليكم فيقاتلونكم، والمسلمون يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. حديث صحيح. الحديث رقم 72 عن عوف ابن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست بين يدي الساعة، أولهن موت نبيكم صلى الله عليه وسلم، قل إحدى، والثانية فتح بيت المقدس، والثالثة موت يقع فيكم كقعاص الغنم، والرابعة فتنة فيكم لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، والخامسة هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيجتمعون لكم عدد حمل المرأة 9 أشهر. إسناده ضعيف والحديث صحيح. الحديث رقم 73 عن عوف ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست قبل الساعة، أولهن وفاة نبيكم وفتح بيت المقدس وموت كقعاص الغنم، وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، وافتتاح مدينة الكفر، ورد الرجل 100 دينار سخطة. إسناده ضعيف والحديث صحيح. الحديث رقم 74 عن عوف ابن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست بين يدي الساعة، أولهن وفاتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم منزل تنزله أمتي من الشام، ثم فتنة تقع فيكم لا يبقى بيت عربي إلا دخلته، ثم تصالحكم الروم. حديث صحيح. الحديث رقم 75 عن حزن ابن عبد عمرو قال: دخلنا أرض الروم في غزوة الطوانة، ونزلنا مرجا، فأخذت أنا برؤوس دواب أصحابي فطولت لها، فانطلق أصحابي يتعلفون، فبين أنا كذلك إذ سمعت السلام عليك ورحمة الله، فالتفت فإذا أنا برجل عليه ثياب بيض، فقلت: السلام عليك ورحمة الله. فقال: أمن أمة أحمد؟ قلت: نعم. قال: فاصبروا، فإن هذه الأمة أمة مرحومة، كتب الله عليها 5 فتن و5 صلوات. قال: قلت: سموهن لي. قال: أمسك إحداهن موت نبيهم، واسمها في كتاب الله تعالى بغتة، ثم قتل عثمان، واسمها في كتاب الله الصماء، ثم فتنة ابن الزبير، واسمها في كتاب الله العمياء، ثم فتنة الأشعث، واسمها في كتاب الله البتيراء،
ثم تولى وهو يقول: وبقيت الصيلم وبقيت الصيلم، فلم أدري كيف ذهب. حديث ضعيف. الحديث رقم 76 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل الله في هذه الأمة خمس فتن، فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم الفتنة السوداء المظلمة التي يصير فيها الناس كالبهائم، ثم هدنة، ثم دعاة إلى الضلالة. فإن بقي لله يومئذ خليفة فالزمه. حديث إسناده حسن. الحديث رقم 77 عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: جعلت في هذه الأمة خمس فتن، فذكر نحوه إلا أنه قال: العمياء الصماء المطبقة. حديث حسن. الحديث رقم 78 عن أشياخ لبني عفس عن حذيفة قال: تكون فتنة ثم تكون جماعة وتوبة، ثم فتنة ثم جماعة وتوبة، حتى ذكر الرابعة: ثم لا تكون توبة ولا جماعة. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 79 عن عامر ابن صلة قال: سمعت حذيفة ابن اليمان يقول: في الإسلام أربع فتن تسلمهم الرابعة إلى الدجال: الرقطاء والمظلمة وهنة وهنة. حديث إسناده ضعيف. وفي رواية أخرى عن عامر ابن واثلة قال: قال حذيفة: تكون ثلاث فتن، الرابعة تسوقهم إلى الدجال، التي ترمي بالنشف، والتي ترمي بالردف، والمظلمة التي تموج كموج البحر. الحديث رقم 80 عن زيد بن وهب عن حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة ثم تكون جماعة، ثم فتنة ثم تكون جماعة، ثم فتنة تعرج فيها عقول الرجال. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 81 عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي أربع فتن، يكون في الرابعة الفناء. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 82 عن بعض شيوخ الجند قال: بينما خالد ابن يزيد ابن معاوية مقدم مروان ابن الحكم، وهو نازل في دار عمر ابن مروان ومعه سكين وفي يده قرطاس، إذ قال: مضت الخمس والعشر وبقيت العشرون، يعم شرها مشرقها ومغربها، لا ينجو منها إلا أهل أنطابلس. فقال له: شوف يا ابن عبيد، أصلحك الله، ما هذه؟ قال: الفتنة الأولى كانت خمسا، والثانية كانت عشر سنين فتنة ابن الزبير، ثم تكون الثالثة 20 سنة، يعم شرها مشرقها ومغربها، لا ينجو منها أحد إلا أهل أنطبلس. الحديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 83 عن حذيفة ابن اليمان: وسمى الوليد بينه وبين حذيفة رجلا لم أحفظه، قال: الفتن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة أربع، فالأولى خمسة، والثانية عشر، والثالثة 20، والرابعة الدجال. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 84 عن يزيد بن أبي حبيب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة تشمل الناس كلهم، لا يسلم منها إلا الجند الغربي. حديث إسناده ضعيف. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة يكون أسلم الناس فيها، أو قال: خير الناس فيها الجند الغربي. قال ابن الحمق:
فلذلك قدمت عليكم مصر. الحديث رقم 85 عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون أربع فتن، الأولى يستحل فيها الدم، والثانية يستحل الدم والمال، والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرج، والرابعة الدجال. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 86 قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحذركم سبع فتن تكون بعدي: فتنة تقبل من المدينة، وفتنة بمكة، وفتنة تقبل من اليمن، وفتنة تقبل من الشام، وفتنة تقبل من المشرق، وفتنة من قبل المغرب، وفتنة من بطن الشام، وهي فتنة السفياني. قال: فقال ابن مسعود: منكم من يدرك أولها، ومن هذه الأمة من يدرك آخرها. قال الوليد ابن عياش: فكانت فتنة المدينة من قبل طلحة والزبير، وفتنة مكة فتنة ابن الزبير، وفتنة اليمن من قبل نجدة، وفتنة الشام من قبل بني أمية، وفتنة المشرق من قبل هؤلاء. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 87 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فتن تكون بعدي: الأولى يسفك فيها الدماء، والثانية يستحل فيها الدماء والأموال، والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج، والرابعة عمياء صماء تعرك فيها أمتي عرك الأديم. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 88 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتيكم بعدي أربع فتن، الأولى يستحل فيها الدماء، والثانية يستحل فيها الدماء والأموال، والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج، والرابعة صماء عمياء مطبقة تمور مور الموج في البحر حتى لا يجد أحد من الناس منها ملجأ، تطيف بالشام وتغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها، وتعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم، ثم لا يستطيع أحد من الناس يقول فيها مه مه، لا يعرفونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى. حديث إسناده هالك. الحديث رقم 89 عن ضرار ابن عمرو قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أو يلبسكم شيعا، الأنعام الآية 65، قال: أربع فتن تكون بعدي: الأولى يسفك فيها الدماء، والثانية يستحل فيها الدماء والأموال، والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج، والرابعة عمياء صماء تمور مور البحر تنتشر حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 90 عن أرطأة ابن المنذر قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون في أمتي أربع فتن، تصيب أمتي في آخرها فتن مترادفة، فالأولى تصيبهم في بلاء حتى يقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، والثانية حتى يقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، والثالثة كلما قيل انقضت عادت، والفتنة الرابعة تصيرون فيها إلى الكفر إذا كانت الأمة مع هذا مرة ومع هذا مرة بلا إمام ولا جماعة، ثم المسيح، ثم طلوع الشمس من مغربها،
ودون الساعة 72 دجالا منهم من لا يتبعه إلا رجل واحد حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 91 عن أبي الطفيل قال: سمعت حذيفة يقول: الفتن ثلاث تسوقهم الرابعة إلى الدجال، التي ترمي بالرضف، والتي ترمي بالنشف، والسوداء المظلمة، والتي تموج موج البحر. حديث إسناده حسن. الحديث رقم 92 عن عمير بن هاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الأحلاس فيها حرب وهرب، وفتنة السراء يخرج دخنها من تحت قدمي رجل يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل، ثم تكون فتنة الدهم، كلما قيل انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته يقاتل فيها، لا يدري على حق يقاتل أم على باطل، فلا يزالون كذلك حتى يصيرون إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا هما اجتمعا فأبصر الدجال اليوم أو غد. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 93 عن الحارث ابن يزيد قال: سمعت عبد الله ابن زرير الغافقي يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: الفتن أربع، فتنة السراء، وفتنة الضراء، وفتنة كذا، فذكر معدن الذهب. ثم يخرج رجل من عترة النبي صلى الله عليه وسلم يصلح الله على يديه أمرهم. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 94 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي فتن، منها فتنة الأحلاس يكون فيها حرب وهرب، ثم بعدها فتن أشد منها، ثم تكون فتنة كلما قيل انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت إلا دخلته، ولا مسلم إلا سقطه، حتى يخرج رجل من عترتي. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 95 عن عبد الله بن هبيرة قال: الفتن أربع، فالأولى بصيرة، والثانية فتنة هواء، والثالثة فتنة عمياء، والرابعة الدجال. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 96 عن كعب قال: تكون فتن ثلاث كأمسكم الذاهب، فتنة تكون بالشام، ثم الشرقية هلاك الملوك، ثم تتبعها الغربية. وذكر الرايات الصفر قال: والغربية هي العمياء. حديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 97 عن كعب قال: تدور رحى العرب بعد 25 بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم تنشأ فتنة يكون فيها قتل وقتال، ثم تعودون في الأمن والطمأنينة حتى تكونوا في الاستواء كالدوامة، يعني معاوية، ثم تنشأ فتنة يكون فيها قتل وقتال، فإني أجدها في كتاب الله، المظلمة تلوي بكل ذي كبر. حديث إسناده حسن. الحديث رقم 98 حدثنا أبو عمرو الصفار عن أبي التياح عن أبي العوام عن كعب نحوه. حديث إسناده ضعيف وهو حسن. الحديث رقم 99 عن أبي صالح قال: قال كعب: ومسجد المدينة يبنى، والله لوددت أنه لا يبنى منه برج إلا سقط برج. فقيل له: يا أبا إسحاق، ألم تقل إن صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ قال: وأنا أقول ذلك،
ولكن فتنة نزلت من السماء ليس بينها وبين أن تقع إلا شبر، ولو قد فرغ من بناء هذا المسجد وقعت، وذلك عند قتل هذا الشيخ عثمان ابن عفان. فقال قائل: أوليس قاتله كقاتل عمر؟ فقال كعب: بل 100,000 أو يزيدون. ثم يحل القتل ما بين عدن أبين إلى ضروب الروم، وجيش يخرج من الغرب وجيش يخرج من المشرق، فيلتقون بأرض يقال لها صفين، فيكون بينهم ملحمة عظيمة، ثم لا يفترقون إلا عن حكمين، إلى آخر الحديث، حديث إسناده صحيح، الحديث رقم 100. عن صفوان ابن عمرو قال: حدثني أبو المثنى ضمضم الأملوكي عن كعب أنه أتى صفين، فلما رأى الحجارة التي على ظهر الطريق وقف ينظر إليها، فقال له صاحب له: ما تنظر يا أبا إسحاق؟ قال: قد وجدت نعتها في الكتب أن بني إسرائيل اقتتلوا بها 9 مرات حتى تفانوا، وأن العرب سيقتتلون بها 10 حتى يتفانوا، ويتقذفون بالحجارة التي تقاذفت بها بنو إسرائيل، حديث إسناده صحيح. الحديث رقم 101. عن ابن سيرين عن أبي الجلد قال: تكون فتنة تكون بعدها أخرى، ما الأولى في الآخرة إلا كثمر الصوت يتبعه ذباب السيف، ثم تكون فتنة تستحل فيها المحارم كلها، تجتمع الأمة على خيرها، تأتيه هينا وهو قاعد في بيته، حديث إسناده صحيح. الحديث رقم 102. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بفتنة التزيل؟ قيل: وما فتنة التزيل؟ قال: لو كان الرجل مقيدا بعشرة أقياد في أهل الباطل سير بها إلى أهل الحق، ولو كان مقيدا بعشرة أقياد في أهل الحق سير بها إلى أهل الباطل، الحديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 103. عن عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك 6 قبل الساعة، أولها وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال فبكيت، والثانية فتح بيت المقدس، والثالثة فتنة تدخل كل بيت شعر ومضر، والرابعة موتان في الناس كقعاصي الغنم، والخامس أن يفيض فيكم المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيتسخطها، والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيسيرون إليكم في 80 راية، تحت كل راية 12,000. إسناده ضعيف والحديث صحيح. الحديث رقم 104. عن صلة ابن زفر سمع حذيفة ابن اليمان وقال له رجل: خرج الدجال. فقال حذيفة: أما ما كان فيكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا والله لا يخرج حتى يتمنى قوم خروجه، ولا يخرج حتى يكون خروجه أحب إلى أقوام من شرب الماء البارد في اليوم الحار، ولا يكونن فيكم أيتها الأمة 4 فتن: الرقطاء والمظلمة وفلانة وفلانة، ولتسلمنكم 4 إلى الدجال، ولا يقتتلن بهذا الغائط 2 ما أبالي في أيهما رميت بسهم كنانتي، الحديث إسناده ضعيف. الحديث رقم 105. عن يحيى ابن سعيد قال: أخبرني أبو الزبير أن طاووس أخبره أن رجلا اعترض لأبي موسى الأشعري فقال: ها
هذه الفتنة التي كانت تذكر، وذلك حين افترق هو وعمرو بن العاص حين حكم. فقال أبو موسى: ما هذه إلا حيصة من حيصات الفتن، وبقيت الرداح المطبقة من أشرف لها أشرفت له، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والصامت فيها خير من المتكلم، والنائم خير من المستيقظ. الحديث إسناده صحيح. أما عن ما يذكر من انتقاص العقول وذهاب أحلام الناس في الفتن، انتظروني بعد هذا الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.